السنة محروم أنا من زيارتي من زيارتي المولى الرضا وزيارتي كل فرض أرفعه شفوفي وادعي الرحمن اقرأ يا ربي وفقني أزور الرضا السلطان وش حالة اللي عايشة بحسرة الحرمان ما يحظى ينظر قبة فيها قرة العين دعاء دعاء أياديكم يا ربي وادني للرضا واكتب نزايد حتى أعاين قبته ويا المناي أريدك تخفيها مكسور خاطر والرضا يجبر جبره مولاي جبره أنا مكسور خاطر والرضا يجبر الخاطر عندك حاجة كل ما أطلب حاجته يقضيها الحين كل ما أجي مهموم عني يزيل الهموم وينك وينك وهالعام هذا وهالعام همي زاد وحالي حال ما أشوف هالعام أنا من الزيارة صرت محروم وبلا زيارة شلون أحوال الموالي يلا 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 هالعام زادت حسرتي يا ربي حسرة المولى الرضا ما أقدر أصلى عيد قبرة وما أقدر أزور اللي انسحق بالخيل صدره وين أروح مرمي بقى بلا تغسيل وتجفي لا هذه حصلت ليا ولا هذه ليا زيارة أبو محمد بقت صعبة علي ومحاصلة زيارة غريب الغاضب يلا بيتين أسألك الدعاء شلون قلبك الأيام كل ما أنظر المشاية حامل الرايا كل ما انت سئل وين يقول الغاضرية نزور اللي انذبح ضامي ذبحتي الشاك ونواسي بالمشي زينب والنساوي أريد رجالاً نساءً صغاراً كباراً نرفع أيدينا الآن 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 كلكم كلكم ادعوا فرجها يا ربي ترى ضاقت علينا فرجها يا ربي ترى ضاقت علينا نزور قبر ابو سكينة
أنا خايف عليك والله. شلون بينا من يجي يوم أربعينا وعن قبره وقبر أبوه